السلام عليكم الاخوان، نهاركم مبروك وتحياتكم خوت داخل الوطن وخارج الوطن. تبارك الله، الله يبارك الخوت، الله يدير الخير. تبارك الله، كنتواجد وجمعت على شي خوت باقليم قلعة استراغنا خوت بتاريخ 2022 شهر 4 في 22. الله يبارك، الله يدير الخير الخوت. راه مداري لكم بهذه السلعه الخوت، راني مشروك بها مع خالي محمد تبارك الله، وحنا في سبعه خوت تبارك الله بجديناها ب 38 المشتر الخوت 38. الحب ما كاينش تبارك الله، هادشي اللي كان هو كنبغي نوصلو شي ميساج ويكون زوين وصافي. خوت كاين الثمن الخرم ديال الحضره الخوت، وديناها ب 38,900 درهم باش ديناها. مشتركنا حنا الخوت سبعه الناس تبارك الله، الله يبارك والله يدير الخير ونطلب الله التيسير تبارك الله. خوت مازال ما عطاونا لا فيها لا ارباح لا والو لا تحاش تبارك الله. هادشي اللي كان هو خالي محمد، حنا في ضلا وصافي هادشي اللي كاين تبارك الله. الله يبارك الخوت والله يدير الخير ونطلب الله التيسير. تبارك الله، اللهم بارك، الله يدير الخير ونطلب الله التيسير الاخوان تبارك الله. غندور في السوق الخوت نشوف لكم اثمنه ديال السوق، ونهاركم مبروك. تعال انت خلي يعرفوك الناس. هاني جاي انا ودي الرحالي. السلام عليكم، كي داير نعمس بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك. شحال خالي الرحالي؟ 57. المشرق المشرق تبارك الله، الله يبارك الخوت والله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير. عطاك 12000 تبارك الله، اللهم قاعد السعد قاعد السعد خلف الرز تبارك الله. الله يبارك الخوت والله يدير الخير ونطلب الله التيسير. المشرق الخوت 57,850 درهم. الله يبارك الله يدير الخير ونطلب الله التيسير الخوت، وعطاهم 12000 ديال الارباح. تحية لجزيل التحية تبارك الله، الله يبارك الله يبارك الله يبارك تبارك الله، اللهم بارك الله يدير الخير ونطلب الله التيسير الخوت تبارك الله. شحال من راسي يا خالي الحاج؟ 10 تبارك الله. الحبوب الديفو ما كاينش تبارك الله، اللهم بارك الخوت والله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله يا خويا. مولي كاينين في السوق، هي اللي كاينه تبارك الله، الله يبارك الخوت والله يدير الخير تبارك الله. 8 بحال 57 الخوت المشرى ديالها، وعطاهم 12000 على ولات بشي 38 و200 تبارك الله، اللهم بارك الله يدير خير الخوت ونطلب الله التيسير. شنو هم؟ اش قال دير؟ ما بغيتوش. تعال عندي نقول لك واحد اللي قالوا شو راه؟ يدير ما عنده كاع خمسة عام لا ما كاين لا ما كاين من التقسيمة ولا حد. تبارك الله خوت الله يبارك الله يدير الخير. يلا خلي السي محمد، يلا يلا دي من عندهم السلعه تكلم معاهم على الله تبارك الله. 57,850 درهم الخوت تبارك الله، الله يبارك الله يدير الخير ونطلب الله التيسير الاخوان. شحال اخو السي محمد؟ عطينا خويا 29 1450 درهم. الله يبارك الخوت والله يدير الخير. سي صعب الصادق السلام عليكم، دير خويا بخير؟ صحيح مزيان، الله يبارك فيك خويا، الله يحفظك تبارك الله، اللهم بارك والله يدير الخير الخوت تبارك الله ونطلب الله التيسير. غندور معاهم كم شحال من خروف هما عبد الصادق؟ 13 راس تبارك الله، الله يبارك الخوت والله يدير الخير. اللي بغى من الخوت غيتصل به، سلعة زوينة باعها هنا الله يسخر، ما باعش اللي بغى ما يتصل به. 29 هي اللي عاطينك تبارك الله، 1450 درهم تبارك الله، الله يبارك والله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير تبارك الله. بلاتي اخويا بلاتي، الله يحفظك تبارك الله. جوج زومو كاملين يدور ندوروا عليهم بحال هكا، اي تبارك الله، الله يبارك والله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير، اللهم بارك الاخوان. شحال من خروف هما قلت لي؟ 13 خروف. 13 خروف، عاطينا الخوت 29,450 درهم، اللهم بارك والله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير. صافي اش كاع الصادق اش كاع باين خرفان زوين نقيين، ما فيهمش ديفو ما فيهم لا عيب لا والو، خير خرفان راه مقيد تبارك الله، الله يبارك والله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير. صافي صادق خلي الميره ديالك الله الله يخليك. 06 06 16 74 53 23 خوت تبارك الله، 13 خروف مليحه الخوت ونقيه تبارك الله، ونطلب الله التيسير الله يسهل على الجميع. صاحب صادق الله يسهل عليك. واحد 25 24 قل منها ياك، كاين عندك في الدار صار عندك الوصف عندك كلشي.
تبارك الله الخوت راه قال لكم عنده شي سلعه ديال 24 25 عنده في الدار الخوت قل من هذا واحد شو اللي بغى الخوت مرحبا راه عنده سلعه في الدار ساعة بصادق نهارك مبروك الله يسعدك خويا الله يحفظك شحال ود العم السلام عليكم 34 تبارك الله الله يبارك الخوت والله يدير خير شحال مخروف هما شحال مخروف 10 تبارك الله عليك الله يحفظ خويا الله يبارك الخوت والله يدير خير تبارك الله 1700 الخوت 34000 ريال تبارك الله اللهم بارك الله يدير خير 10 الحوارة ولكن زين المليح كاين تبارك الله وخا البدر شويه قليل الخوت ولكن سلعه زوينه سلعه نقيه تبارك الله ونطلب الله التيسير اللهم بارك الاخوان تبارك الله الله يبارك والله يدير خير مزردين الله يبارك فيك خويا الله يحفظك الله يبارك فيك تبارك الله اللهم بارك والله يدير خير تبارك الله نطلب الله التيسير خويا الله يعاونك الله يجيب السلامه خويا الله يحفظك مشى الخوت 34700 الله يبارك والله يدير خير تبارك الله سلام صلاة السلام عليكم ديروا خويا بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله وطلب الله تيسير الله مبارك شحال اخويا عبد الصادق شحال السلام بنشرة بنشرة 43 تبارك الله 2150 درهم الله يبارك والله يدير خير تبارك الله وطلب الله تيسير اخوان اللهم بارك تبارك الله سلعة زوينة الخوت عطاو 600 درهم تبارك الله الله يبارك 600 درهم نعطاهم الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله تبارك الله الله يبارك الاخوان الله يدير خير مشرى 43 2150 درهم الله يبارك والله يدير خير تبارك الله ونطلب الله التيسير اللهم بارك تبارك الله السي عبد الصادق الله يسر امور الله يسرع خويا السي موسى السلام عليكم كيداير العمس بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك كيداير انت مزيان كيجاك السوق شويه اليوم السي موسى كيجاك السوق شويه اليوم الله يحفظك السوق شويه كيجاك اليوم كنسرع شويه مليح مليح ما كاينش حيت غندوز واحد العام تاهو معقول يبان لي ما نساليش المعقول السلام عليكم تحياتي ليك كدير انت بخير صحيح مزيان الناس راه كيشكروك بعدا حنا من الرباط تاهو شحال من واحد تبع قناه ديالو شحال من واحد هو تنبلغوا لي السلام الله يحفظك الله يبارك فيك تحياتي ليك اود العمه الله يعزك ونهارك مبروك الله يعزك ليا ابو المعمر السلام عليكم كدير بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك جمعة مبارك الحمد لله الحمد لله الله يبارك فيك الحمد لله شويه بخير الله يعزك ليا شحال هذاك المعلم 46 بالمشرق مشرق 44 الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تيسير اللهم بارك 44 2200 درهم الله يبارك الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تيسير تبارك الله الله يبارك الخوت وهذا الربعه المعلم الربعه ديال هذا الراجل صاحبي هذا شحال الاخ السلام عليكم 27 ديال 43 اللي ديك 37 المشرق تبارك الله الله يبارك والله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تيسير الاخوان اللهم بارك الخوت تبارك الله 37 تبارك الله 1850 درهم الله يبارك تبارك الله تبارك الله اللهم بارك تبارك الله الله يبارك تبارك الله ونطلب الله تيسير زر زر هذاك فرطاج زر فرطاج رومي مليح تبارك الله الله يبارك تبارك الله الله يلعن عليك صاحبي تبارك الله الله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله تيسير والمعلم الله يسرع خويا اسمح لينا الله يبارك فيك 37 الخوت المشرى تبارك الله 1850 درهم السلام عليكم جمعة مباركة نعم سكدير صحيح مزيان الله يبارك فيك شحال خلي احمد هذاك ثلاثة اللي في يدك شحال ما ديالكش هادو 27 و500 المشرى المشرى تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير خير المشرى 27 و500 1000 375 درهم الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله اللهم بارك تبارك الله كاين الثمن والكثمان في المليح تبارك الله ونطلب الله التيسير الله يدير الخير تبارك الله ما عطاوك الربع لا والو خلي احمد مازال ما عطاوكش ونطلبوا الله التيسير طلبوا الله التيسير الله يسهل عليك الله يعاونك الله يجيب السلامه الله يحفظك الصلاح خويا اش عطاوك
27 اللي عطاوك تبارك الله. الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله. شحال من خروف صلاح؟ 22 راس تبارك الله. غندوز مع كامل الخوت اللي بغاها غيتصل بي. سلعه راه زوينه وسلعه نقيه. شحال قلت هي مخروفيه؟ 22 راس. الحبوب والديفو ما كاينش تبارك الله. الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله. كما كتشوفوا الاخوان راه سلعه زوينه وسلعه نقيه. كتبان لي جلبه وحده هذه صراحه. جلبه وحده تبارك الله كلها مطبوعه بالراس بالقطران الخوت تبارك الله. انا غندور مع كامل الخوت اللي بغاها يتصل بي تبارك الله. 27350 درهم الخوت اللي عطاو تبارك الله. سلعه زوينه سلعه نقيه تبارك الله. الله يبارك الاخوان الله يدير خير تبارك الله. الخاين الميري ديال الخوت اللي بغا يتصل بي تبارك الله. سلعه زوينه وسلعه بدريه نقيه. جي العيد وتبقى نور العيد. اللي بغى اللي عنده الماكله وعنده الربيع الخوت راه ما يعطيه حتى حاجه تبارك الله. ألف وثلاثمية وخمسين درهم الخوت 27000 ريال. قولي صلاح الميري ديالك الله يحفظك. 06 70 73 83 00 في الاخر الخوت تبارك الله. الله يبارك الخوت الله يدير خير ونطلب الله تيسير. خويا صلاح الله يسهل عليك الله يعاون خويا. رويسات زوينين كلشي مليح كلشي زين تبارك الله. الله يبارك الخوت والله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تيسير. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كي داير لاباس عليكم هاني؟ صحيح مزيان. الله يبارك فيك سيدي الله يحفظك. شحال بابا؟ اخويا عطاونا 25 اللي ثابته. اللي ثابته درك؟ اللي ثابته. الله يبارك فيك الله يحفظك تبارك الله عليك. تبارك الله كاين رطوبه ومليح. تبارك الله الله يبارك الخوص والله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تيسير. بغينا فيها 32. ان شاء الله لا جاب الله ان شاء الله. تبارك الله الخوت 25 اللي ثابته تبارك الله. الله يبارك الخوت. وما شحال كطلب فيها عابدين اخويا؟ 27 تبارك الله. الله هذاك الشيء اللي كاين والرزاق الله تبارك الله. الله يبارك الخوت الله يدير خير. 1250 درهم الخوت اللي عطاوه تبارك الله. وكيطلب فيها الخوت 27 1350 درهم. الله يبارك الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تيسير. تحياتي لك اخويا الله يحفظك تبارك الله. غندور ندوز مع الخوت ونخلي الميري ديال الخوت اللي بغاهم يتصل به تبارك الله. دوي 25250 درهم المعطى تبارك الله. الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تيسير. تبارك الله. مشيو اتجاه اخر الخوت عابد الله يسهل عليك. تخلي الميري ديالك بلاش. الله يسهل عليك خويا الله يعاونك. ودعم السلام عليكم. كي داير بخير؟ صحيحه مزيان الله يبارك فيك. جمعه مباركه نعمس. شحال اخويا الحوليات؟ 22 المشرى تبارك الله. الله يبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير. هذا الخوت ديال الاخوان راه خروفه راه عاد القرن عاير قرنيه تبارك الله. الله يبارك ويدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير. 22100 درهم ديال الحدره ياك حنوت ضرب فوسفات تبارك الله. الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تيسير تبارك الله. الله يبارك الاخوان الله يدير خير ونطلب الله تيسير. اخويا الله يسهل عليكم الله يجيب السلام. وسمحوا لي بزاف الله يحفظك. شي حاجه زوينه الخوت شي حاجه رقيه تبارك الله. ود العم السلام عليكم. دير بخير صحيحه مزيان الله يبارك فيك. شحال اخويا؟ 21 و200 شحال من وحده هما؟ سبعة الخروفات تبارك الله. 21 و200 تبارك الله. الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تيسير. 1060 درهم الخوت تبارك الله. الله يبارك الاخوان الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تيسير. اللهم بارك تبارك الله. واحد وعشرين وميزين 1060 درهم الخوت تبارك الله. خويا الله يسهل عليك المعلم الله يحفظك الله يبارك فيك. ودعم السلام عليكم. كيف داير خويا بخير؟ صحيحة مزيان الله يبارك فيك. شحال خويا مرتي؟ هذيك 14 راس 21 14 خروفة يا خويا تبارك الله. المعطى 21 المعطى 21 تبارك الله. الله يبارك الخوت الله يدير خير. المرقد ديال الصخور حاملة تبارك الله. 21 الخوت 1050 درهم تبارك الله. اللهم بارك الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تيسير. 14 حوليه الخوت نقيه تبارك الله اللي تجي للعيد تبارك الله. شي حاجه زوينه وشي حاجه نقيه تبارك الله. وغنخليكم الميري ديال الخوت اللي بغا يتصل به تبارك الله.
سلعه نقيه وسم الحبوب ولا الديفور ما كيشوف ديال الاربعه الصخور حنا نقول تبارك الله الله يبارك 21 تبارك الله 1050 درهم لا كاين مليح تبارك الله عليك الله يحفظك نعم كاين مليح الله يحفظك الله يبارك فيك تبارك الله اما تعشق تبارك الله اللهم بارك الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تسر الاخوان تبارك الله الله يبارك 21050 درهم تبارك الله اللهم بارك الله يدير خير اخوان خويا خلي النمرة ديالك الله يعزك 06 66 24 65 11 600 سي خالد دار ربع صخور حامل الخوت تبارك الله 14 حوالي اللي عنده باعه هنا الله يسخر ما باعش اللي بغى يتصل به الخوت تبارك الله الله يسر امور اخويا الله يسر امور الله يحفظك الله يبارك فيك السلام عليكم كي داير بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك شحال اخو عبد النبي؟ والمشتري شحال اخو عبد النبي؟ 34 الله يبارك الخوت الله يدير خير 34700 اللهم بارك الله يدير خير جوج خربان وثلاثه الخروفات تبارك الله والسن رباعيات الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تيسير اللهم بارك الاخوان تبارك الله كنبغيو نوصلوا شي ميساج يكون زوين وصافي الخوت وخواتاتنا وحبابنا اللي كيتابعوا على القناه الخوت تبارك الله الله يبارك الاخوان الله يدير خير 1700 تبارك الله المشروع كيطلبوا فيها 40000 تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير خير سي عبد النبي خلي النميره ديالك عندنا خلي النميره ديالك 0678 46 19 96 تبارك الله خمسة النعاجه الخوت تبارك الله موالدين مطبوعات تبارك الله وراه شي حاجه راه زوينه وراه نقيه تبارك الله راه كاريتي تبارك الله ونطلب الله تيسير الله يسر امور ودعم عبد السلام عليكم كيف خويا بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك شحال المرضي 30 جاري في السن سداسيه جمع مليح شحال مخروف شحال مخروفه 6 تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تيسير المعطى اللي عطاو الخوت 30000 1500 درهم تبارك الله 1500 شحال من نعجه هما 12 نعجه تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تيسير والدين 6 البورات 6 الخرفان تبارك الله اللهم بارك الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تيسير تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله هذيك حيدي هذيك الصوفه علاش خليتي لها الله يباها ويا حولي حيدي هذيك الصوفه مسكين علاش ما تقول عقبة صحة عقبة صحة تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تيسير ها في كورونا تبارك الله تبارك الله زين ها كون حيدتي لي هذاك الشيء مزيانه والله لا نعجه زينه باقا صغيره هذاك الشيء صافي حيد تنوز خلفه جديده تبارك الله اللهم بارك الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تيسير ثلاثين ألف فلوس تبارك الله 30000 1500 درهم اللهم بارك الله يدير خير تبارك الله خلي النمره ديالك قول لي يا جوال النمره ديالك جوال قول 06 16 01 79 43 الخوت تبارك الله اي شحال من نعجه هذه بس اللي ما بعتيهاش اللي بغى الخوت مرحبا هذيك انا 12 ها 12 بهيمه والد 6 خور و 6 خرافه 12 بهيمه والد 6 خور خربان و 6 خروفات تبارك الله هذه ها هو عقب قاده صافي مزيانه بحال ما كون اولا الفخيدات حيد داك الشيء النعجه راه الخوت راه مزيانه مليحه هذا الشيء اللي كان تبارك الله الله يبارك النعجه عاد زوال الخوت مسرغينيه النميره خليتها المعطى اللي عطاو 1500 30000 ريال تبارك الله الله يبارك والله يدير خير ونطلب الله التيسير اللهم بارك الخوت الله يدير خير تبارك الله الله يسهل على الجميع خويا جوال الله ييسر الامور الله يسهل عليك المرضي الله يسهل عليك خويا ود العم السلام عليكم كيداير بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك شحال اخويا المرضي 28 والد خروف الله يبارك ونشوف لك خريط رباعية تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير خير ونطلب الله تيسر الوليد هو هذا الخوت 28400 الله يبارك الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تيسير تبارك الله اللهم بارك خويا ولكن المشرب بشحال ديتيها؟ مع خواتاتها الله يبارك فيك واسمح لينا خويا الله يعزك الله يبارك فيك الله يحفظك او دعم السلام عليكم كيداير بخير صحيح مزيان الله يبارك فيك شحال اخويا الله يحفظك الله يبارك 100000 تبارك الله في مربعة الخربان تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله تيسير 100000 الخوت تبارك الله 5000 درهم اللي عطاوه
وما انت ومات انت ومات ياك انت ومات تبارك الله الله يبارك الله يدير الخير ونطلب الله تيسير الاخوان تبارك الله اللهم بارك 100,000 الخوت تبارك الله والدي ربعه الخرفان تبارك الله تبارك الله كيطلب كيطلب فيها 6,500 الخوت تبارك الله اللي كيطلب عاطينهم 100 اللهم بارك الله يدير الخير تبارك الله تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله تيسير اخويا الله يسهل عليك الله يعاون خويا المرضي مرحبا بك الله يحفظك ما غبرتي على المشاهدين تبارك الله الله يحفظك الله يبارك فيك تبارك الله اللهم بارك الخوت الله يدير الخير الله يسر امور اخويا ودع السلام عليكم داير بخير صحيح مزيان شحال اخويا 13000 13000 جرير في السنه اخويا جامعه تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير الخير 13000 ريال اللي عطاو تبارك الله اللهم بارك والله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير الله يبارك خوت جامعه الغلم ولكن والده التركه عندها تبارك الله الله يبارك والله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير اللهم بارك تبارك الله 650 درهم الله يبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله شحال قلتي لهم ولد العم تلبيع قلتي لهم 15 تبارك الله راك سي مشو الخوت تبارك الله كيطلب فيها 15000 عطاو 13000 ريال تبارك الله اللهم بارك والله يدير خير ومشيو تجاه اخرى